هنا سوريا. يعود مسلسل التفجيرات والاغتيالات إلى الساحة اللبنانية. لبنان البلد الذي ظل مسرحاً للخلافات والتجاذبات الإقليمية والدولية التي أوصلته إلى فراغ سياسي وعدم قدرة على اتخاذ قرار يفرض حكم الدولة السيادية. كان الهجوم على السفارة الإيرانية بتفجير انتحاري مزدوج في 19 من تشرين الثاني الفائت، والذي أعلنت كتائب عبد الله عزام التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عنه أول الغيث، تبعه بأيام اغتيال القيادي في حزب الله حسان اللقيس، ليكمل اليوم تفجير بيروت السلسلة الدموية والذي أودى بحياة الوزير اللبناني الأسبق ومستشار الحريري محمد شطح، بالإضافة لخمسة قتلى وإصابة أكثر من 70 آخرين. فلتان سياسي لبناني دفع البلاد من جديد نحو الفلتان الأمني، وسياسة النائي بالنفس تجاه ما يحدث في سوريا تسببت بدخول جماعات جهادية باتجاه معاكس من سوريا إلى لبنان عقب تقدم الجيش السوري في القلمون وسيطرته على الحدود من جهة تلكلخ. بعد أن كانت البلدات الحدودية اللبنانية تؤمن معسكرات لتدريب وإرسال المسلحين إلى سوريا، عدم الاستقرار السياسي وتقييد الجيش اللبناني في ظل بروز تنظيمات مسلحة غير منضبطة وبشكل علني، بالإضافة إلى كون لبنان أصلاً مسرحاً لتنفيذ أجندات إقليمية ودولية، سيدفع أكثر باتجاه عودته إلى حلقة غير منتهية من التفجيرات. هنا سوريا.